تحرص مصر على المشاركة في تنمية أشقائها في القارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. وفي إطار هذه الجهود قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المياه بتنزانيا في ديسمبر عام 2009 لتنفيذ حفر 70 بئرا كمرحلة ثانية بأنحاء متفرقة في تنزانيا بمنحة مصرية لتوفير المياه الصالحة للشرب بالبلاد ولخدمة المواطنين الأكثر فقرا في الأقاليم الجافة. Wajifunze namna ya kuhasa upimaji wa maeneo ya kupata maji chini ya ardhi. بدأ المشروع في تنفيذ الحزمة الأولى من المرحلة الثانية التي تشمل 30 بئراً جوفياً لتوفير مياه الشرب في 3 أقاليم من خلال شركة رجوة، إحدى كبرى الشركات المصرية في مجال المياه الجوفية. وقد سبق أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحفر وتجهيز عدد 30 بئرا جوفيا بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في عام 2007، وهذه الآبار مزودة بطلمبات كهربية وطلمبات يدوية تخدم الآن ما يزيد عن 120 ألف نسمة، وتستفيد منها 7 مقاطعات في 5 أقاليم بتنزانيا هي كليمنجارو وموانزا ومارا ومانيارا وشينيانجا. وتيسيرا على الشعب التنزاني قامت الوزارة بميكنة 11 بئرا من آبار المرحلة الثانية بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية لتكون نواة لمشروعات الآبار الجوفية الحديثة. قامت لجنة فنية متخصصة من خبراء الوزارة بالتوجه إلى تنزانيا للقيام بالاستلام الابتدائي للآبار التي تم نهوها في المرحلة الثانية، وأيضاً الاستلام النهائي للآبار الجوفية المنفذة خلال المرحلة الأولى. وقد تمت المهمة بنجاح وتم تسليم الآبار للجانب التنزاني الذي أثنى على المشروع لما له من مردود إيجابي على مواطني تنزانيا. من جانب آخر، تولي مصر اهتماماً كبيراً لتنمية الكوادر الفنية بدولة تنزانيا، حيث تتواصل الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر التنزانية لبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري. التعاون المستمر بين مصر وتنزانيا يأتي تأكيداً لحرص الحكومة المصرية على دعم أواصر الحب والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.